بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده ومباشره من برنامج في الصميم. هل بدات السلطات الموريتانيه مضايقه الصحافه بيد القضاء وبادوات التغريم المالي؟ ما خلفيه وتفاصيل مبلغ ملياري أوقية الذي تطالب به شركه تسليم مؤسسات اعلاميه موريتانيه؟ لكن الا تعتبر هذه الغرامه ضروريه لحمايه المجتمع والدوله من صحافة باتت لا تحترم الضوابط والأعراف وفق كثيرين هذه الأسئلة يسعدنا أن نطرحها الليلة على رئيس تجمع الصحافة الموريتانية الأستاذ موسى صنبسي رئيس شكرا لكم على مشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج الصميم شكرا على الدعوة آه، أنتم إضافة إلى كونكم ترأسون تجمعا يضم أهم المؤسسات الصحفية المكتوبة والإلكترونية آه، أنتم أحد المشمولين في الملف الآن الذي يتابع أمام القضاء ويتابع الرأي العام لو شرحتم في البداية للمشاهد ما قصة هذا الملف متى بدأ وما هي تفاصيله آه شكرا بسم الله الرحمن الرحيم إذاً آه بدأت القصة في بداية أظن شهر آه أولا تكلم بعض المواقع عن شكوى تقدمت بها شركة سليم ومديرها العام قبل آه فعاليات آه استقلال الاستقلال 55 الاستقلال التي آه جريت في نوادي بو وقيل أن ذاك وهذا ما دام ما زال في في مجال التأويل فقط قيل أن أنه طلب من الشركة الوطنية للمناجم أنها تؤخر الدعوة أو الشكوى إلى ما بعد الاحتفال الاستقلال كي لا يطفو لا عليه على ولا يشوش عليه. آه كل ما في الأمر أنه تلقيت مكالمة هاتفية في بداية شهر ديسمبر. مه. فإذا بالشرطة القضايا تهاتفني وتسألني هل أنا المسؤول عن موقع معين أي موقع موري ويب؟ فأجبتهم آه هذا السؤال يجب أن لا يطرح علي لأن للشرطة وسائلها لكي تعرف من المسؤول عن الموقع وعن المواقع وعن كل الوسائل الإعلامية. آه فقالوا لي باختصار آه تلقينا شكوى أو ملف شكوى من النيابة آه يستطلبوا منكم حضور الاستجواب في الشرطة القضائية في نواديبو أنت وبعض الزملاء الآخرين كم كم عدد المشمولين في الملف؟ أربعة أربع مواقع أه. هم تقدمي أه. كريدام أطلاس أه، إنفو وماري ويب أه. إذا تكدري أولا أن هناك شيء غير واضح من خلال هذا الـ هذا, الـ هذا الاستدعاء <applause> فطلبت من الشرطة الذي اتصل بي هاتفيا وقلت له ان كان من الممكن ممكن لي ان اتصل بالشرطه القضائيه في نواكشو لاستجوابي او لادلائي بشهادتي ان اقتضى الامر ذلك وطلبت منه لماذا لا تعملون ما يقال له اذا رفع الملف في مكشوط حتى يتمكن حتى أه تكون امام قاضيك الطبيعي هناك إيه طبعا أه اذا فقال لي سنتصل بك لاحقا انتهى عندي الامر حتى الاسبوع الماضي اتصل بي أه واحد أه وسيد جسيس اي آه منفذ, منفذ عدلي, عدلي. فقال لي أنا عندي أه استدعاء من وكيل جمهوريه في نوادبو اريد ان اسلمه لك تو والله تماعدنا عندنا بلاده من دشرة وسلم لي الاستدعاء وقعت له على على استلامه هذا كان اظن يوم الثلاثاء ولا من عني يوم الاربعاء استدعاء ان يعطي نحضر يوم الاثنين في في, في نواديبو امام وكيل الجمهوريه مشيت قيمت واحد نوادي بو معناها الله قال اتصلت سابق ذاك بوكيل الجمهوريه هاتفيا قلت له الله اللي معكم قالطين على قلط عن على الهويه المعني بالامر ما هو انا خرصوا كان قال لي ما مهم هو مهم ولا تجيب على كنت وراك تقول لنا ذاك اللي تقول, تقول له تو تو الملف راكم تقول تقولوا ذاك اللي قلت والله <applause> <متحد> يعني جو الحد جاي من وعد وانا اللي قروا عنهم يمشوا اللي حدين قروا عنهم ما يمشوا ما يحضروا الملف الملف شنو لا نجي لك بالتفصيل إذن جينا يوم يوم الاثنين مع الصباح للقضاء وقالوا لنا شرطة الشرطه القضائيه جينا الشرطه القضائيه تلقيت لنا الشرطه بكل مهنيه وبكل تجرد وصوروا واحد سابق اللي هو صاحب كريدام وجيت انا عاقبه دخلت وقرا لي الشكوى اذا الشكوى قال لنا عندنا من شكوى. شكوى من الشركه الوطنيه للمناجم سنين ومن مديرها العام أه يتهمونكم اي الجماعه الاربعه بها اللي ما شكوى منفرده هي جماعات عاد روايه جماعه فرديه شكوى جماعيه مم. يتهمونكم بالقذف والشتم وتشويش على صوره لـ 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 الشركه حيث تضررت من هذه الحمله الاعلاميه التي تقومون بها ضدها وضد مديرها وضد آه ما لا ادري ماذا <applause> و... وحسب مقتضيات الماده كذا وكذا ف... ف... للاشاره فقط فقد استانس بمواد من القانون لم تكن عامله في في القانون الذي نسخ من قانون اخر وه... غير من هذا هذا شكلي المهم اني آه بدات يعني قلت يعني بعض الملاحظات قبل الدخول في, خمو... في, في تفاصيل الشكوى طيب هي من طيب لكن انتم انتم فعلا شركه التسليم تعتبر انه قمتم بحمله ضدها وتحدثتم انها فيها سوء تسير وفيها فساد وانها ليست قادره من قام بالحمله؟ ال... هذا السؤال يعني اريد اريد ان في المشاهد انتم أه هذا المقال ما دام اشرتم أه اشرتم انتم نعرف كان عنكم للصحافة الصحافه كامله والله على على وسيله الاعلام اللي انا نشتغل فيها م. انا انا اريد ان اعرف المشاهد من نشر اولا يعني لا لي يقول لي يجيك مقالات كامله مقالات كامل. هما المقالات اللي شفت في ملف شفت فيها ثلاث مقالات م. واحد مسحوب من موقع موري ويب واحد مسحوب من موقع كردم واحد مسحوب من موقع تقدمي وذاك اللي عطى سينفومات ما تمكنت من قبل الملف ما ما اعطوني فرصه أطلع فيه عمق باكثر من عمق يا خير تسنيم تتهمون هذه هذو المقالات لان يعني تطرق لهم واحد واحد مقال نشرت كريدام وكريدام كل حد يعرف عنها فقط تعدى ريفي دي بريس معناها عنها تعيد, نشر تعيد نشر تعيد نشر ما نشره نشر الاخر نشر في الصحافه المكتوبه إذن اذا يعني الموقع الاول اكتب المقال ما وعيطوا له نشكم منه كريدام لله فقط ما حد نهاية المقال اللي مكتوب سابقا في موقع اخر قاعد ما مهم عندهم الحق فيه، المسؤوليه تمم لا من هالشيء، يعني المسؤوليه الاولى، الاولى لا نشر الملف، والمسؤوليه الثانيه، اذا هذا الملف يتكلم عن صفقة شراء اقتناء بعض المعدات المعدنية من طرف السنين، ويتهم هذا في هذا المقال عن المسؤول الاول من الشركة ربما يعود تلقى بعض 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 العمولات بهذه الصفقة، والله زاد من من هذه الصفقة. هذا هو هو اللي هو هو اللي يتكلم عن الموضوع. في هذه الحالة أظن عن الشركة لم تتضرر الا من الصفقة اللي عادت خلقت. إذا عادت تشكي من حد ما تشكي من الصحافة، الشركة ما سمعت بشيء به اللي ضحية كيف الصحافة؟ لا الحق. هذا في حالة الحق. في حالة توقع معه حق اللي ما هي ضحية يعني ما تقدر تشكي. في حالة المدير هو اللي عنده الحق في يشكي بلي مواطن عادي ولا انتس منه ولا أنت قال له شيء عنده الحق في يشكي. في حالة المدير العام للشركة هو اللي يشكي ما عنده الحق في استخدم محامي الشركه الاقراض الشخصيه لكن هو الاتهام لم لم يتم له بصفته الشخصيه حتى حتى اتهامه بصفته مدير الشركه لا بالتالي لا, آه لا هو لا هو اتهام الرشوه ولا كوميسيون ما يعود اتهام باسم الشركه اتهام الشركه عاد يدخل في حساب الشركه واللي عاد يدخل في حساب الفرد عاد اتهام له هو شخصي جرد لا هو اتهامه بصفته ممارسه العمل كمدير للشركه يا غير ما هو محامي الشركه هو اللي دافع عنه دافع عن راسه اللي هو هو من نفسه طيب معاملات فرديه وما هو, وما هو اتهام له في قضيه شخصيه واتهام له في تسيير الشركات لا ما هو في تسيير اتهام في, في قضيه شخصيه هذا اللي يعود قبل عاد قبلهم انا ما نقال يعني قبلهم على البرنامج اللي نشكي منه لا عاد اللي قبلهم هذا تصرف شخصي اللي قاعد يسوي منه عاد قبل روايه من الشركه سرق منها والله عدل فيها روايه والله عدل فيها انت ما هذا تصرف شخصي في حاله مثلا في حاله المدير عدل عند الترمان وجات المفتش العامه واثرت عليه ورات بعض كوميسيون وحال القضاء ما هو لا يستعان بمحامي الشركة لا يقبل محامي هو من نفسه يعني هذه حالات شخصيه تصرف شخصي ما هو تصرف الشركه ما هو تصرف باسم الشركه م. فهم اذا العاد الملف الاول قلنا يعني الصحافه الاخرين العاد المتضرر المدير وحده ما عنده الحق في يستخدم محامي الشركه بالدفاع عنه هو بملف شخصي هذه قضية يعني ليست في عمق الموضوع. القضية الثانية اللي هو المقال اللي في موري ويب مضمونه ومازال موجود على الانترنت مضمونه عن الشركة الوطنية للمناجم تعاني من مشاكل جمة وهذا أظن أنه ما هو ما هو ما هو سر حتى ننصح به المدير وعنها في الأيام المقبلة ستقوم ببيع بعض سنداتها خاصة شركه ضمان اسيرانس اللي اللي انشات باستثمار يناهز 20 مليون دولار وهذا ما تم بالفعل ايام بعد ذلك تخلصت من ضمان اسيرانس للدوله والدوله تخلصت منها لسي دي, دي وهي الان في في لو دي دي استبقت منها تقريبا 20% للسنين اذا هذه معلومه ومعلومه صحيحه وعقبت خلقت موجودة وبين المقال نشر قبل 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 عمليه البيع آه قبل قبل عمليه البيع فعلا في التعاليق هو إحنا احرار في التعاليق قلنا عن شركه باعت مستنداتها والله باعت شي من ممتلكاتها ما ينمى عن مسلتين اما عنها خاصة السيولة خاصة المال والله باعتها رابحة هي ما باعتها رابحة يعني إذا أنا خاصة السيولة خاصة السيولة قلنا انها ناتجة عن سوء التسيير إذا يعني عاد كلمة سوء التسيير فيها شيء قذف رانا متحملينه احنا قلنا عنها سنين. لكن, لكن هذا التحليل انه بعد هذا قلت حتى السيولة للسيوله معناها سوء تسيير طينا الامثله الا ترى انه هذا يقفز على على, حقيقه انه الشركه تواجه مشكلات مرتبطه بحاله في السوق العالميه ترى لا, لا انا اظن عنها فرصه تطرح مشاكل السيوله كامله الحديد على مستوى العالم ما هو الا هذا قلنا عنه ليست له علاقه طبعا ولا علاقه لا لا شك ولا علاقة لا, لا شك, شك, شك ان انهيار اسعار الحديد على السوق العالمي دور كبير في المشاكل التي تعيش سنيم يا غير 80% من المشاكل التي تعيش ما هو ناتج عن ناتج عن سوء التسيير كيف, كيف حصلت على هذا ايه؟ نعطيك على هذه النتيجه شوف. وعلى هذه النسبه لا نعطيك لا نعطيك المعطيات اللي تعطي سنيم رسميا وتعطي تعطي الدوله رسميا على مواقعها هي الرسميه سنيم الشدقة والله زاد مسؤولين سنيم قالوا عنها هذه الأونه الأخيره أنتجت طلعت إلى 13 مليون طن سنوي، من عند 11 مليون إلى 13 مليون، أين يعني معدل 12 مليون طن لمدة خمس سنوات من 2010 إلى 2015 كل سنه 12 مليون طن من الحديد الخام السعر في هذه السنوات من عند 2010 إلى 2015 طلع إلى 170 وقاضي يعود إلى 170، قال ينتقل إلى معدل 125 120 معدل 120 للطن دولار للطن لا تجبر مليار و500 مليون دولار سنويا معناها هذو خمس سنوات 7 مليارات و500 مليون دولار ما هي دولار 7 مليارات دولار هذا هذا رقم خيالي مثلا حد قالوا عبد الحال شك عنه شك عن شو معقول غير هذا فعلا هو اللي عندنا من التقديرات والتقديرات هم اللي لماذا نرجو للتقديرات لماذا نرجو التقديرات بين السنين عودتنا على شم الشفافيه ولو في في في, في العقود الماضيه هو على الاقل انها كل سنه تنشر تقريرها تقريرها المالي يعني تقرير التسييري اخر سنه نشرته فيها 2010 مازال موجود على موقعها من الساعه اللي تقلدت الاداره الجديده القياده في الشركه فبراير في اللي عنها 2012. 2012 ما قط نشرت اي تقرير تقرير 2010 كان يا تنشر 2012 كان يا ما انتشر 2012 2013 2014 2015. 2015. 2015. 2015 ما انتشر اي تقرير موقعها مازال فيه اخر تقرير 2010 إذا هذا أظن عنه إن كان يدل على شيء يدل فقط على أن هناك أشياء لا يريد المسيرين الحاليين للإسلام أنها تظهر للجمهور والله أنها تعلم. إذا و للتخمينات ومن خلالها سنتطرق إلى شيء آخر. حسب يعني تصريح المدير العام التخمينات للشركة التخمينات لا هي ما تخمينات لا هي أصرح هي, أصرح هي دي بروجيكسيون لا هي دي بروجيكسيون حسب لا رياليتي من من اللي قالوا هما اللي قالوا مسؤولينها في وسائل الإعلام الرسمية ما هو ما قالوا هم اللي بيدخل قالوا لا وسائل الاعلام الرسميه هم اللي قالوا عنه انتاجهم 12 مليون دو دولار 12 مليون طن والسعر معروف السعر معروف اذا عن ما هو تخمينات طبعا عمليه عملي حسابيه النسو بسيطه المسؤولين هذو اجابوا اكثر من فرصه نزيد إن نزيد, إن نزيد هذه المبالغ فعلا دخلت حتى الرئيس نفسه اجاب عنها ولكن هذه المبالغ مشات في مشاريع لا هذا لا, في لا مشات في بنية تحتيه لا لا جي جي شركات رديئه لا نجي لا حسب حسب مدير الشركه من نفسه قط قال في تصريح عن سعر الانتاج وراه عاد هذا هذا الرقم عاد سري ما كان سري غير عاد سري م. اللي هو خمس سنوات عاد سري غير قط قال في بعض في حديث عن سعر الانتاج في موريتانيا عنه اقل بقليل من 40 دولار اذا لين تقرا سعر الانتاج ماذا من وتقرا منه اللي موجود حاليا على موقع الخزينه العامه عنها دفعة سنين بصفه مباشره بصفه غير مباشره وتضيف عليه اللي دارت في الخيريه اللي وعدل بها يا سلم مره اخرى ما قلنا عنا ما هالشيء ما نقدر نقول هي 600 الف راه يعدل من شيء بسم الله يخليك يا غير اللي تحسب كامل واذا موجود الارقام موجوده وانا الصبح ننشرها بالمناسبه في الجريده ناشرين اللي دخلت كامل الخزينة شيء رسمي بقى اي فقرة الشهريه خايف الاداره التجاريه في القناه تطالب منك <applause> ما هي مشكله ما هي مشكله المهم عندنا آه هذا اللي تابلو موجده على موقع الترازور الخزينه العامه اللي دخلت السنين بالدوله الموريتانيه مهم. ومعروف كم كم آه ماني بالارقام بالضبط يعني بشكل تقريبي آه. ماني متذكر ماني ماني رابط بالارقام غير 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 قريب بعيد حتى مهم. من السعر الخيالي لكن تقلع من سعر الانتاج تقلع من ذا كامل هي لك ثلاثه الى اربع مليارات ما عرف حد من يقاس هاي ثلاثة أربعة من الدولار من الدولار وليس من الدولار من الدولار وليس من اللقية وليس من هي اللي يتحدى التساؤل هي شخص قلها هذا رقم كبير رقم كبير جدا وكان ممكن مم انه لو قلت لك عنه سوء السيرة والمشاكل المشاكل كانت 80% منهم عن لو كانت استثمرت في المسائل المهمه والله استثمرت في قرابه قرابه تريليون من لوكيا والله لمت عندها على الاقل مثلا مخزون يعود مخزون سكون ابل تريزور دقائق تعود قد تت تخطى بهذه المرحله الصعيبه اللي اللي, اللي 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 تعيش حالا وهذا مالي ذم الفضل ما رجع للعمال بلي العمال تعرفوا عنهم اضراب اللي عدلوا اللي دار مده اشهر وعقبوا مضطرين رجعوا للعمل بهم اللي فقط ما عندهم وسيله اخرى يكون موت الشركه ولا طيب يختاروا طيب يختارو طيب الشركه ياك نرجع للاشكال أه لا ترى انه افتراض انه هذا صحيح انتم وصلتوا حسابيا انه فيه قرابه 4 مليار دولار ما ابين انها دخلت للخزينه، ابين دخلت للميزانيه الدوله. افتراض انها مشات شر سوء التسيير يحتاج ادله. لا هو عمليه حسابيه بسيطه. مم. عمليه حسابيه بسيطه، هذا حديد موريتاني دخل قد كذا من الفضل. جبرت من موريتاني قد كذا من الفضل. هو سؤال وقع ما وقع سؤال هو سؤال ايش خيلها؟ راهي السنين عندها تفسير ما ما عندنا احنا. هي سنين شو سوء التسيير نفس الشيء سنين. اذا هذا هو كل عندكم من الادله على سوء التسيير؟ لا. آه ما, ما توفوا شوف سوء تاثير اول سوء تاثير عندي انا بقى مثلا عن السرين قبلت وسلفت الخصوصي موريتاني 15 مليار من نوقية بفايدة 4% وقبلت واشتريت مليارات وحدين ما نعرف كم العدد غير موجود على بنك سنترال على موقع بنك سنترال من من سندات الخزينة العامة بوند تريزور بفايدة بفايدة تتراوح بين 1.25 و 1.50 نوقية في المية في نفس الوقت هي تقترض من السوق الدولي من السوق السندات الدوليه من العملات الدوليه بفائده 8% كيف انا يسلف ب 8% بالتمويل التمويل برامجه هو التنمويه هو في نفس الوقت يقبل ضغطه هو اللي كان قد يعمل في تنميته وسلف ب 1.5% والله يشتري بها شيء 1.5% ويسلف ب 4% هو في نفس الوقت يقبل هو ب 8 هذا ما قد ما قد شفت مثال من سوق تسير اكبر من هذا لكن هذا اللي سلفت له هذا جزء من مشروع آه مهم في البلد مشروع بناء القطاع عند البنوك ولا يستلف عند البلد هي تحت مفاضلته ما دام هي تسلف هي فضه من نفسها تحت تحتفظ بعد قاعد فضه تتعدل بها لا يتعدل تعود ما ما, ما تستلف هي فضه ب 400 ب 4% وتستلف هي ب 8% هذا تعرض ما هو ما هو معقول آه ف... المساله الاخرى هما عندنا قابض نقبه قلنا عندنا اللي قالوا لي سيرستاري سيرستاري معناها اللي يخلص البواخر اللي فوتت فترة المحدوده المعروفه ما شحنت لا تخلص ولا تمولي هذا مولي مشي فيه في فاضي خيالي يا الاتحاد نعرف ويا انتشر ويا تشوف الناس كامل كما قلنا طينا الامثله الاثنين اللي تكلم عنهم نائب برلماني امام البرلمان وهذا ما هو احترام للبرلمان ان هي مؤسسه للدوله وثيرت مشكله بهذا النوع امام البرلمان ما يخلق فيها قاع على الاقل جواب على الاقل جواب انت ما هو حق والله حق والله واقع له كذا والله واقع لك كذا لا صار يصرمك عنه تو وخلي وياه ما قط ما خلي اللي هي صفقتين صفقه الاجار الاجار اللي, اللي في الماديبو ولي بورتاي اللي في الزوالات الامثله الاخرى كثيره جدا هو استثمارات في ميادين ما ما عند سنين بهم علاقه ما عند سنين بهم علاقه اولا ما عندكش نبي علاقه هذه ما, ما تحدوها انتم كصحفيين لا يحددها يعني الاستاتيك الرسمي يحددها الاستاتيك الرسمي لا يحددها ربما رب رب دور السياسيين يقدروا يقولوا لا لا دور ما. 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 نحن دورنا كصحفيين الشركه م. عندها شيء قالوا ريجستر دو كوميرس عندها ان في سون اوبجي فيه مهني خصوصي المرابطون هذه ما بعد قلت تمشي تعود في علاقي اللي عندها ترخيص عنها مرابطون عنها هيئه اعلاميه حتى هي سنين ما ترخيصها عنها تعود بنك تمشي تسلف في الفضاء ولا ترخيصها عن تعود شركه عماريه تبني العمارات وتكريهم وتكرّي شقق وتكرّي مكاتب ولا ترخيصها عن تعود تعدا الفندقه ولا ترخيصها تعود تعدا النقل ولو عادة تعد تعد الشرايق يا خير لكن هل من و... اختصاصكم انتم ايضا كصحافه لا نحن اختصاصنا لاحظوا فقط خارج لاحظوا خارج عن فلس وعن عاد عبء على الشركه ومشي في فلس مشات لها 30 مليون شلات تغير المي تغير هي متهالكه حالا والمكاين اللي فيهم كاريه اللي ترابولنج المكاين اللي فيهم كاريه بالمناسبه وهي دارت فيهم سبعة عدد ما معروف قال الرقم اللي قالنا عنه يزيد على 30 مليون دولار ياك يشتروا بها طياير المايك هذه الفلسفه الاقتصاديه المسؤول عنها ليس سنيم هذه الفلسفه الاقتصاديه هي اللي الان تحكم الرئيس اللي هو الشخص الاول والمسؤول عن السياسات كلها يعتبر دافع عن هذا في اكثر من 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 مرحله يعتبر انه سنيم هي شركه اهم شركه في الاقتصاد الوطني وانه العائد والارباح اللي تجي من خلال من خلال السنين انها بلا قيمه الى ما مشات في التحديه مشات في الطائرات ومشات في المطار هذا صحيح. صحيح ومشات في الطرق ومشات في هذا صحيح كان مزلنا بعيد من الرقم اللي اعطيته مزلنا بعيد حتى من الرقم اللي اعطيتك عنه ذوك هو موضعي حتى العادة الهيئه الخيريه دارت 10 مليارات 20 مليار طيب هاي الارقام الاخرى قد تعود مشات في شيء ثاني كان شيء كان, كان, كان اكثر حصى تسووا تسولوا ما في شيء سري كان اكثر حصى فانكم تسووا مشات عليه بدل انكم تحكموا لا نحن نحن نقرا عن مشاكل ناتجه عن سوء التسيير احد المقالات حد عن سوء التسيير لا تكلمنا اعطينا اعطينا امثله سوء التسيير قلت له وهذه الامثله قلت كررهم عليكم اللي امثله نحتسب نحن عنهم سوء التسيير عن عن السنين لو كانت انتهزت فرصه السنوات الذهبيه اللي جبرت تعود اليوم ما عندها اي مشكله اللي يعني لا تعود عندها مخزون وعندها باش تعدل باش 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 تشوف الماء يرجع الى مجراه الطبيعي م. اليوم هي محكومه في هكذا وحسب المعلومات اللي عندنا عنها انتاجها عنها كل طون انتجته تدفع تصرف عليه معناها تبرسل تخسر تخسر فيه مم. لانه اسعار الاسعار الحديد الان طبعا منخفضه جدا شو اخر الان وشفت شفت, شفت اخيرا تحرير لواحد خبير من شركه ريوتينتو لا يتوقع ان يطرا فيه شيء مهم كم سنة اسعار الحديد استقر الان على كم؟ اليوم ما خلصت حسب اخر المعطيات اقل من 40 نواحي 37 37 دولار للطن وهذا خساره هي هي الشركه هي الشركه اللي كانت رافد موريتاني كامل اظن شفت البارح وزير دير وزير الماليه في برنامج مع قناه اخرى يتكلم عن العائدات اللي كانت جي من المناجم السنه الماضيه 100 مليار عنهم من العام يتوقعون على الاقل اكثر 10 مليارات معناها 90% وهذا وهذا فرض عليه يعوض بروايه اخرى لانه يعوض بروايه اخرى يعوض يعوض من شو إحنا مثلا في الـ في الغاز اللي ينشروا يوميا. إذا يعوض بعد منهم مليارين قاع منكم انتم مطالبه بها سنين. كنت عنها تعرف في الحقيقه اظن عن ماني قانوني كاع يعني ولاني محامي يا اخي الطريقه اللي اللي مكتوب بها الشكوى اظن عنها فيها ياسر مش قبل قبل وقته. مطالب من, ناحية من يحدد من يحدد الضرر؟ يعني هل 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 لا طبعا الشاكي له الحق ان يطلب الحق ان يطلب عدد رقم معين كان ما هو في المرحله نحن ما زلنا في مرحله شكوى استماع اولي ما فات عاد تحديد قاعد اللي طالب واظن أنها كانت خطا فادح من الناحيه الاعلاميه بهذه الظرفيه الخاصه اليوم عن سنين عندها عجز مالي وعندها خاصه الفضاء أن يعني تعود طالبه مليار وكان طالبه وقيه رمزيه ومئتين 200 رمزيه ولا لا تعود كامل قاعد لا قل خسر ولا قل ضرر على على سمعه الشركه وعلى 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 طيب نعود لسير الملف انتم بعد ان تم استدعاكم الى نواديبو انتم الان حسب بعض المعطيات انه لستم مشمولين في الملف بالتالي ما يكون تم استدعاكم خطا انا شخصيا انا شخصيا يعني جيت قلت وعدلت لهم تصريح قلت يعني على كل حال كرئيس صحابه يعني جاوب على الصحابه كامله قلت نقول بيعودوا في المحطة بعد وفي النهايه شنو الاسئله اللي طرحوا عليكم في التحقيق؟ لا هما قراوا عليا الشكوى ايوا ماذا تردون؟ ماذا تعليقكم على هذا؟ بماذا تردون؟ رديت عليه كبير رتا كان درت شنو شنو رد بشكل عناوين ما هو اللي في لا في طرقت م. اولا على الشكل على الشكل اللي يستخدم للشكوى بهل القانون قانون اجراءات الجنائيه في موريتانيا كود بروسيدير بينال ماده من يعني الاتهام على اساس قانون الصحافه على اساس على اي اساس؟ اي اتهام قاع انا جايك بعد قاع من, من بعيد م. قبل بعد قاع من ناحيه الشكل م. من ناحيه الشكل الاستدعاء اللي تلقينا احنا م. ما فيه المواصفات القانونيه اللي نص عليها الماده 485 من قانون الاجراءات الجنائيه م. تنص على عن المستدعاء. الاستدعاء اول يعود فيه اهم اللي يعود فيه سبب الاستدعاء وهذا ما كان خالد يعود فيه روايات اخرى معطيات اخرى ما كان موجوده فيها قاعدة ما هو مهم. <applause> الثاني الملك يعني أعطاه عدل قضاء عدل منفذ عدل منفذ لانكم استدعيتوا استدعيتوا قبلها ورفضتوا النيابه عادة نفقته. لا أوه. النيابه عادة لا تستعين بالعدل المنفذ اللي عندها تحت تصرف الشرطه يعني تلاقي تمشي شيء استدعاء تمشي مع الشرطه اللي هي تحت العدل المنفذ عادة للخصوصية اذا عن الاستدعاء هون استلموا الخصم اللي هي سني محامي سني واعطاه العدل المنفذ ياك نستلمه نحن وهذا ما هو اجراء عادي. الثاني الملكي قانون الاجراءات الجنائيه يقول عن لقاج لا يستدعى من طرف السلطه القضائيه الى عاد مستدعي في نفس الدائره عنده تجاره ثلاث ايام بين استلامه وحضوره لعاد في نفس الولايه عنده ثمان ايام لعاد في ولايه محاذيه عنده 15 يوم لعاد في ولايه ماي محاذيه عنده شهر <applause> نحن نواكشوط وداخلة نواديبو عاتب بين ولايتين الشريمات لذا ولاية محاذية لداخلة نواديبو <applause> إذا عنه كان من اللازم عن استعداد لا يجينا قبل شهر من من التاريخ المطلوب من الحضور او نحن جينا أربعة ايام والله ثلاث ايام قبل التاريخ اللي قبل التاريخ المطلوب من الحضور هذا من ناحيه شكليه ثانيه من ناحيه من ناحيه اخرى دعوه حد له يشكي من الرجاج خاصه أكيد. في هذا النوع من الامور حسب الماده 75 من مم. نفس قانون الاجراءات الجنائيه مم. يشكي منه في حل محل السكن للمتهم والله محل وقوع الجرم العاد خالق جرم والله وقوع الحادث وهون وقوع الحادث لا يعد الله مقصود به هو هو محل لا ميزان هو محل النشر هو محل اقامه الناس اللي اذا عن الشكوى لو كانت سيارتها تخرج يارتها تخرج اذا هنا وفي الاخير لين فات الاخير عقب فاصل قصير إذن يعني مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده حلقه الليله من برنامج الصميم التي نستضيف فيها رئيس تجمع الصحافه الموريتانيه استاذ موسى صمبسي لا تذهبوا بعيدا <تص> <تص> مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني والاخير من حلقه الليله من برنامج الصميم التي نستضيف فيها القضيه التي رفعتها شركه السنيم ضد عدد من الصحفيين الموريتانيين وطالبتهم بتعويض ملياري وقية عن الاضرار التي تعتبر الشركه انها لحقت بها نتيجه مقالات نشرت في مواقع موريتانيه ضيفنا رئيس تجمع الصحافه الزميل موسى صنبسي استاذ موسى انتم الان التحقيق الاولي او الاولي على مستوى الشرطه انتهى انه انكم غير مشمولين بهذه القضيه هل, طبعًا هل تريدون هو هو ما ختمت به. من الـ لا لا طبعا لا ما ختمت به م. بعد كل هذه الاثاره وإثارة هذه المشاكل نقاط كامله اللي شكليه واللي واللي فيها شيء في العمق في القضيه من بسها فانتهيت قلت لهم هذه الشكوى حسب المقدمه اللي قريته شكوى ضد محرري مديري الصحافه مديري ناشرين ومحرري او صحفي في المواقع التاليه الاربعه اللي عليه حسبنا اللي هي موري ويب وتغدومي وكريدام واتلاس انفو قلت لهم ما هذه الصفات اللي قلت له. مدير الناشر او المسؤول او المحرر لا تنطبق علي انا يعني. اذا استقربوا وجودي بعد معكم اذا فوجئت الشرطه قالوا إيوه انت قالوا انت اخبارك؟ قالوا نحن انتم استدعيتوني؟ قالوا نحن اسمك طاتونا المؤسسه الشاكي مولا اسمك انا أكتب المسؤول عن الموقع لا قلت لهم قصه انتم ترجعون انت المسؤول عن الموقع منهم مم. بيدي مسؤول عن الموقع ما هو جاحد راسه ومعروف وعنوانه وهاتف معروف وهاتفه معروف يا هذا لا من خلبطه عن مؤسسه لكن هذا طبعا هذا طبعا الاتهام ليس ليس جزافي لانه لا حتى انت انا استغرب فقط الرئيس نفسه اتهمكم وبعض الجهات اتهمكم بانكم مصدر الكثير من المعلومات الاقتصاديه التي تنشر عن موريتانيا والتي تضر بسمعه البلد لا, لا لا تضرب سمعه البلد لا هذاك ما, ما هو صحيح مصدر معلومات احنا ما لنا مصدر معلومات احنا معلومات بسنا عندنا كامل ننشره ويا قبل حد اخر عنده فيه الحق وعنده فيه السعه وعنده فيه. اه هدفنا ما هو اه مساس موريتاني ولا مساس احنا ما نعدل سياسه ما لنا معارضين ولا لنا مع الحكومه يسوى قبلوها يسوى ما قبلوها يسوى سوى سوى متموقت عند وحده وسوى ما تموقت عندهم نحن ظاهرنا عنا نتلقاو مهمتنا الاولى هو اداره الراي العام معلومات قد نتلقاو لها بتحقيقنا والله بمصادرنا لكن السلطه تعتبر نشروها. تعتبر انه الامر ابعاد سياسيه تعتبر انه انتم الان صحفي معارض وحتى البعض يقول ان لديكم علاقه باحد المعارضين المعروفين الموجود في الخارج وعماته وانه هذا جزء من اجنده <applause> سياسيه تخدم بون <applause> اولا لا اظن ان صفه معارض تنطلق على محمد عمات محمد بوعمات رجل اعمال قبل أن يكون معارضا أو أن يكون سياسيا لكن عرف نعم الأعمال نعم. معارض طبعاً. حتى الآن لم يصدر منه أي بيان رسمي سياسي ويجب أن نحترم له البيانات كمواطن يجب أن يعود اه. أن يعود مهتم بالشأن العام البيان, البيان هذا حق ضروري البيان اللي أي مواطن مهما كان البيان الذي أصدر كان بيانا قويا في معارضته لا هذا بيان رئيس مدير عام للبنك تعرضت لهجوم شرس من طرف السلطات اللي كانت يالتا تصونها واللي كانت تحرص عليها ويالتا تحرص على حياتها تبارك مع دمرها وعد البيان هو كمدير عام لهذه المؤسسه ما هو بيان سياسي. اذا انا ماني متكلم ما نتكلم باسمه يا اخي دائما نقول ودائما نجاوب بهذا نوع من الاتهامات ان كاع ما مهم رجاج هو منهم ولا قبيلته شنهي ولا اصحابه منهم ولا خلفيته شنهي مهم ذا اللي يقول شنو يا كانوا حق والله ما هو حق آه. اللي به هو كاع ما هو مهم انا اللي نقول لك عن الكاس ابيض الكاس ابيض كان يعني دور بها نعت شي المشاهدين ما, ما يراعوا فيه ده ما هو خارج يخرص سرقاج الصحافة يخدع بصريه خدع هذا الجواب هذا الجواب بالصدق بس رجاج وقفت عليه روايه آه. 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 لا بيه عنهم اسلاميين ولا بيهم عنهم اصحاب فلان والله من القبيله الفلانيه والله من الجهه الفلانيه آه. هذا هذا اظن عنه ريعه يالته تخطى حتى يجاوب الصحابه يجاوب على الفون م. على المعطيات عن قالوا ما هو حد والله عنه كذب غير هذا اللي كنت نقوله عن ملف السنين مثلا اللي يتكلموا عنه اللي هو موضوع الحلقه الليله استغرب عن شركه بحجم سنيم اللي هي اكبر شركه في موريتانيا وعندها يالطي طاقة من المحامين ومن الاداريين ومن من, من القانونيين م. تعدل أه شكوى بهذه بهذه الخفه بهذه لا ليجرتي كان قال الخفه بالعربيه خفه ما هو عميق ما هو ما هو ما هو, ما هو طيب لكن السنين, في النهاية, السنين ما في النهايه مكتوب ما هو مكتوب حتى عنه استشهد بعض المواد من القانون اللي ما كانت عامله استشهد مواد من القانون تم نسخ قانون اخر جورها استاذ مثلاً السنين في النهايه شركه وهذه الشركه تعرضت كما تقول لحمله من مواقع وهذه المواقع اتهمت بالكثير من الاتهامات ولم لم لم تقدم وثائق لم تقدم ادله انتم قدمتم تحليل لمعطيات لكن الجوهري في الموضوع هو سوء التسيير وهو انها لم تعد قادره على ان تخرج من الورطه التي توجد فيها وانها تتجه الى الانهيار هذه اتهامات كبيره لا احد من هذه المواقع قدم وثائق لا هي تدين هي, هي تحليل الاقتصادي ما فرض عليه يعود مدعم بوثائق به الوثائق وثائق, وثائق لا يخلق منهم اول وثيقه لا يخلق منها تحليل لا يعدل على التقرير السنوي لتنشر سنين هذا عاد هل تعدل تسر عندها هي ما تنشر نحن استدلينا بالارقام الرسميه اللي تعطي سنيم وتصريحات المسؤولين سنيم العدل الرسمي طيب خلينا نفهم قضيه سنيم لانها إيه. قضيه مجرد قضيه الحقيقه جزئيه هي الان فعلا جوهريه لكن هنالك عده حالات اعتقد انه احد الشخصيات الاعلاميه تحدثت انه في اكثر من 12 حاله صحفيه تم اقتيادها بشكل او باخر لمستوى مستويات التحقيق شوف <applause> هل هل, هل تلاحظون وهنا اتحدث معكم بصفتكم رئيس طبعاً جمع الصحافه هل طبعاً تلاحظون انه هناك الان توجه في مضايقه الصحافه على هذا المستوى شوف فلنكون واضحين نحن ما لنا مع الامبينيتي ما قايلين عدم العقاب عدم العقاب عن الصحافه يا تعود تتعرض لاعراض الناس وتقول شتايم وتقول لهم الكلام الخاسر وتقول لهم و صالح بصفه عشوائيه مع و... انه عمليا 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 ما نقدر الصحافه تقوم بهذا كثيرا ممكن يعني بالنسبه لكثيرين لو تابعت المشهور على الفضاء وبالذات على الفضاء الالكتروني بالعربيه وبالفرنسيه لو جت كم هائل من ما نقول لك عن ما هم تجاوزات. من الشتم ما عن عن ما حتى هم من الكذب والاثاره أنا و... و... ما انا ما نقدر أنا... لك عن الصحافه ما فيها بعض التجاوزات م. يا خير المولي حد يعرف عن الصحافه صحافه وليده مثل الشاب شاب واذا ما هو ما هو ما هو مبرر ولا زاد ما هو ما... يفسر فقط قد لا يبرر يفسر فقط ياسر اللي تقوم به الصحابة وليده يقول. وليده بعد ربع قرن يعني طبعا بعد ربع قرن هي وليده من اخر صحافة في العالم العربي والافريقي والعالم كامل من اخر صحافة اللي في العالم صحافة الموريتانيه سبقتنا الدول الاخرى كامله بالصحافه بسنوات وحده صحافه اللي مستقله اذا يا غير اللي ما هو معقول ان يعود اللا لسماء يفتح فيه تحقيق القضاء والله زاد النيابه قالت يعني تعود تفاصل الامور اذا جاتها الشكوى تقراها وتمعن فيها سابق تمشيها للشرطه تعيط لش... صحافي عند الشرطه معناها عاد همشي معناها النيابه اللي قرات ل... 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 اللي قرات الشكوى جبرت فيها ما 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 يؤدي والله ما, ما يلت يؤدي الى استدعاء الصحافي عند الشرطه يا ما دامت ما هي فيه دائما 90 في الحاله من الحالات لا شي... لكن كم هي عدد الحالات التي يعني هل كثرت حتى في شهر يناير هذا مثلا لا اعرف كانت هناك ماده تضاعفت ماده ممكن تقدم حصيله لهذا اذا كانت موجوده يمكن ان نتابعها حالما تكون جاهزه اذا يمكن ان نتابع الان ماده تعطي فكره عن حجم الاستهداف استهداف الصحفيين خلال 2015 2016 إذاً هذه بعض النماذج وهي مجرد أمثلة لأنه في بعض الزملاء أعتقد أنه المهدي والمرابط من موقع المشاهد وأستاذ الخطري وآخرين يعني لعلها بعض الأمثلة فقط ألا يدل هذا الكم الكبير أنه هناك حالة من الإنفلات وحالة من الخروج, الخروج على, أه على القانون لا أقصد أنه هناك صحافة أصبحت مفلتة وأصبحت لا. لا تحترم القانون وتتعدى على لا أبداً قلت لك ما نعرف كان نص هذه الحالات كان لا ي... ما كان قاعد ما... ما بالضروري يفتح قاعة فيها الشيء سويش شنو ملف ان هي بتكلاس سويت ولا تعطيها اي تبع تبع ما يعيط له عند الشرطه ولا شيء به اللي ما هي مؤسسه على شيء موضوعي والله ذوك هو يدخل في نطاق القانون م. في الحالات الاخرى كثيرا ما تخرج من التسويه بين الصحافه بحق الرد من خارج الوسائل ياسر سابق القضاء فعلا القضاء مليك اللي قاعد عنده عنده الحق في رجال القضاء نحن بعد المناسبة بهذا الملف وهي فكره مهمه انه انت طبعا نحن بعد بالمناسبه ان تكون صحفي يعني ان تكون فوق القانون نحن بعد بالمناسبه أن, ان, تشتم ان تسوق تتدخل في الحياه الخاصه للناس العكس أن في هذا بعد الملف اللي نحن مشمولين فيه م. نرجو انه يمشي الى اخر نقطه اذا إذا حتى المحاكمه حتى نعرف يعني كان قلنا عندنا له شيء والله ما عندنا شيء حق والله ما هو حق كانوا منا كانوا ضر بالسنين ولا ضر بالمدير العام ذيك اخرى نحن ما مسؤولين عن صوره السنين لان مسؤولين عن اعلامها ولان مسؤولين عن عن عن, عن سمعتها في العالم الواضح مسؤولين عن المعلومات اللي انا الواضح من خلال النماذج التي استعرضناها كما قلت نماذج وهنالك حالات اخرى انه يعني ليست السنين وحدها التي شكت هذه الشكاوى بعضها من افراد وبعضها من مؤسسات وبعضها من يعني طيف مختلف فعلا فعلا وهذا يدل على انه بلغ السير الزبائن انه الصحافه خرجت عن كل الـ كل الـ كل الطور أه معقول فيه الصحافه ما اللي خارج فيها تحول يا ناس تفهموا عن اليوم الصحافه ما ثلاث الصحافه كيف كانت اللي عادت على متناول الناس كامله وعادوا خارجين الوسائل الاتصال الاجتماعية ياسر الناس ما يفاصل بينهم هما والصحافه ما يفاصل بين شي في على فيسبوك ولا على تويتر ولا على وسيله من الوسائل الاتصال كامله مع اللي قالوا الصحافه مع عامل الصحفي غير كاع ما مهم أه في نطاقه كامل هو اللي جاء قانون جديد اللي في هنا في برنامج اللي م. اللي تعرفوا اللي اللي خلبط قاع بين اذا كان ما تنعرفين بين اللي الصحافه اللي ما تلصحافه لكن لماذا لا تقوم الصحافه بجهد ذاتي م -م. لضبط ضبط نفسها جهد ذاتي لتكوين لتكوين كعوين. افرادها الصحافه قاعد يعني بعض هذه الممثلات ممثلات صحفيه تعددت دورهم هم من 10 ولا 20 كلها منظمه ولا هيئه تمثل شبح من الصحافه و... و... وكلهم على جهتها <applause> واحدين عنهم كيف قلت مصنفين عنهم معارضه واحدين مصنفين عنهم من الاغلبيه وعاد سيسين القضيه وهي قاعده ما فيها تسييس هي فيه امور بسيطه المواطن له الحق للقانون يحمي عرضه ويحميه من كل انتهاك يسوى بدني يسوى لفظي <applause> والصحافه ما هي فوق القانون ولو عن القانون ما تلاح بسه قال مازال في القرامات الماليه <applause> هذه الحالات المتعدده تعتقدون انها حالات كلها مرتبطه بالجهه التي رفعتها ام انه ربما لا كل حاله لا لا ما نختار نعدل حالات وراها وراءها اراده سياسيه لا, لا لا, سياسي. لا اظن لا اظن ان وراءها اراده سياسيه يا اظن ان كل حاله عندها عندها ما يخصها وكل حاله وحدها تقدر تحلل وحدها لان يعني نعرف ابعادها شنو فيه شيء قبلي وفي شيء جهوي وفي شيء سياسي وفي شيء شخصي <متحدث> يا اظن عنها كثير ما هي مبرره، كثير الشكاوي ما هي مبرره. الا ترى انه كون هذه الملفات كلها حتى الان لم تنتهي بسجن صحفي؟ لا السجن ما تلخل. تفهم السجن ما تلخل. السجن تلخل؟ لا لا في في حالات في السجن في في القانون. عندنا في حالات قانون سجن. عندنا قانون 054 211 من م. 24 نوفمبر 2012 <سؤال> دول اللي مقيد ستان ديسبوسيون دوردنانس اللي هي اوردنانس حريه الصحافه 2006 07 2 فيه عنوان ديبينيزاسيون دي دي بريس معناها لكن من تخطى العنوان وتدخل في بعض المواد ما زالت فيه بعض المواد في السجن هذه <مهما>. المواد الخمسه <مهما>. المادة ماده الاولى ماده 36 40 41 وخمسه ما فيهم وحده ما انقلع منها السجن اللي هي بعد اللي قالوا <مهما>. لا ديفوماسيون اللي هي ما زالت في ما زالت في بعض المواد تستجن ما زالت في بعض المواد السجن أه لكن في النهايه على كل حال هذا يدل على انه أه فعلا هناك تسامح كبير معكم كصحفيين وهذا التسامح كان يجب ان تقابلوه قاعد السجن يا تعود من وقع القرامة المالية السجن الناس اختار, عن اختار السجن حتى عن القرامة المالي لكن انا سؤالي هو لماذا لا تقابلون هذا هذا التسامح والبعض منه اصبح على مستوى قانون والبعض الاخر على مستوى تطبيق ان تقابلوه بمستوى اكبر من ضبط مستوى اكبر من الحذر مستوى اكبر من المهنيه حاولنا عده مرات نقوم بايام تفكيريه للصحافه من اجل اصلاح القطاع من اجل انه ينضبط عنده هيئه ضبطيه ذاتيه متبخضه ماش ماش من الصحافه من بس منطلقه من الصحافه منطلقه منها تعود هي تضبط وتتعاقب عقوبه ولو مهنيه مم. الصحفيين ووسائل الاعلام اللي يقوموا بكل كامله اللي احنا لاحظناها ولاحظتم الناس كامله يا حتى الان ما زالت ما لا هم هم ركود اجبرنا اعلى السلطات مع رئيس الجمهوريه الوزير الاول وزير وزير المكلف بالصحافه كامله كلهم بعد في اللقاء يبدين عنه مستعد وعنه منفتح وعنه حتى الحكومه تتضرر من هذا التسيب اللي واخر في القطاع يقدر كان هاد استاذ عندنا دقائق معدوده ولدينا بعض الاسئله التي وردت أريد ان نتيح لها فرصه محمد محمود يقول شكرا على البرنامج نريد ان اسال ضيفك ما هو موقف المؤسسه التي يمثل من تلك المضايقات وهل يرى ان الحقل الصحفي اصبح ملوث باصحاب الاقلام المعشوره والمقتاتون بالسنتهم هذا لا خارج لا يعود خارج منش. لكن شو شو عاملين انتم تجمع اكبر تجمع للصحافه نحن <applause> اكبر شيء نعدلوا قادرين نشهد ون... له اول ما نعدلوا اول الاعضاء نحن عندنا انهم يلتزموا باللي قالوا ابجديات المهنيه للعمل الصحفي م. اظن عنهم كاملين اعضاء تجمع كاملين اصلا قاعد مبداهم هو انهم ملتزمين وانهم عاده ما نقول لك ما يقلطوا ما نقول لك عنهم ما قد قد واحد منهم يعدل شوي يعدلوا ينبه عليه حالا ويعترف به ولا يعدلوا عن قصد العدم عدلوا لما ذاك 90% من شغلت المهنيه ومتجرده تماما محمد فيها محمد شكرا لكم على البرنامج لو سمحت يسال ضيفك المحترم الا يرى ان الحقل الصحفي اصبح بحاجه الى غربله وان سمعه الصحافه اصبحت على المحك والشاطر هو الراي تماما محمد المصطفى الحضرامي بعد التحيه لكم يقول كيف يواجهون الصحفيين الدخلاء على المهنة الذين يشوهون الصورة النبيلة للصحافة خصوصا أن البعض منهم يقبض من المؤسسات ومنها التي ترفع اليوم دعوة عليكم ثمن التزييف والتزلف وتقليب الحقائق شوف ذروه يا نعرفوا عنها رعايه لا تخلق قربنا ما هي مسؤوليه الصحافه نحن ما نحن من اللي نقرر من هو الصحافي ومن هو غير الصحافي يعني غير الجمهور والقارئ المتلقي عنده دور كبير في في العمليه به اللي يسوى المواقع يسوى الجرايد يسوى التلفزات يسوى الاذاعات منهم الجمهور شافة ما هي مهنيه والله شافها ما تعدل العمل كما ينبغي ما يتلقاها ولا على الجريدة ولا تلقاها، ولا تلقاها ولا ما يشتريها ولا عاد موقع ما ما ولا عاد تلفزه ما تفتحها ولا عاد ما تفتحها لين يقوم الجمهور بهذا الجهد الاولي يدور قاع يتخلص كامل يا غير عوداك اللي ما يقوم عمل صحيح بعض الاختصار عن يعني لانه لدينا عدد من الاسئله بعض المختار محمد يقول تحيه لك ولضيفك الكريم اولا اعلن أولي تضامن اعلن تضامن التام مع الاخ المحترم وسؤالي اللي هو هل هذه رده فعل من السلطات على رد الاخ موسى على سؤال الرئيس في المؤتمر الصحفي عندما قال له انا ما نشتغل لكم يعني ربما يكونوا استفزيتوا لا لا اظنه سينزل الى هذا المستوى أه محمد الدوجة بعد الشكر لك وضيفك الكريم في مقابلة الرئيس التي حضرها أه ضيفكم كان سيعطي معلومات عن ملف أكراع فأسكته الرئيس وقال له رأسني بالمعلومات مكتوبة السؤال هل قدم له المعلومات مكتوبة وهل يمكنه اطلاعنا عليها أبدا لم المعلومات المكتوبة م. ولكن ربما في مرة أخرى سطرقوا لهذا الملف هل يمكن يطلع عليها يعني بشكل شو الجديد فيها عن اللي مشهور في لا هي ما هي لم تتعلق بأكرا هي كانت تتعلق ب بكتاب كتبه الصحفي الفرنسي الذي ذكر مرات ومرات امامي هو فقط انه ما سبب ابتعاد هذا الصحفي هو تصرفات الشرطه الموريتانيه او جهاز الامن الموريتاني الذي نزع منه هذا الصحفي تعتبر السلطه انه انتم من وفرتم له المعلومات وانتم من معلومات احنا ما نجحنا المعلومات عندنا ننشرهم ما لك يعتبر حد عنده معلومات ما نشرناهم ساوكو ويا كبارهم هو ذاك ذاك الشيء يعني اللي هو هذا الصحفي انا بعد جبرته مره واحده ومجي هنا تي ما كانت عنده ما ما, ما ما ما, شفت فيه رؤيه عدائيه للنظام ولكن تصرف العدل لهم هم هم اللي حولوا الى عدل للنظام اذا ما يطلبوا مثل وركات يديروها على حد اخر ولا هو العدل تصرف شنو تصرف لنا. انا مجاوب لوتل الفندق كانت متابعة الشرطه وقالوا عملوا جواز سفر وجابوا له واحد موظف في وزاره الاتصال هو اللي جاب له جواز سفر م. وانا دبرت وقال لي جيت لاكبر دكتاتوريات العالم وجيت الدول فيها دكتاتوريه ما فيهم حد كتصرف معايا هذا التصرف عدوا السلطات الموريتانيه هو كان جاي يكتب كتاب على مالي م. على هولندا وعقب ضاف له فقره على موريتانيا وعاد م. م. من ذيك الساعه موقعه من هو فات عند الكتاب على فات عدد الكتاب على زين العابدين بن علي لجنة كرطاج وعدد الكتاب على من قطر من عليه تعدل عليه مكتوب <سؤال> آه. سيدي محمد الامين اقول اسمح لي بطرح سؤال بين هلالين بهلل هل يعتقد الصحفي الموريتاني انه يجب ان يكون فوق المسائل القانونيه؟ الا يعتبر السيد موسى بان المقاضات افضل من اساليب اخرى اكثر خطوره واقل احترام؟ طبعا وشاطر راي تماما اللي نحن عن ليس فوق القانون وعن فعلا الحق شرعي وعن هذا من وسائل الشرعي ومن وسائل دول القانون عن لقاج وكون ضرر وكونوا يعني متى ضرر لجهة القضاء لجهة القضاء ولا طبعا يذهب إلى ولا طبعا يذهب طبعا إلى طبعا ولاحظنا أنه في بعض البلدان أي جهة لديها مشكلة السعوديه قلت لك عني الشكوان اختار تمشي إلى, الى نهايته اللي حق عنده عنده مدير عام سنين وعند السنين عندهم يشكو عادوا ظاهر لهم عنهم ضارين، والله عنهم نسبوا والله عنهم نشتموا عندهم حق في يشكو وعندهم الحق في المسطره تتواصل حتى يقعد له القضاء ويعرف كان له حق ولا ما هو حق وكل حد يعطي حقه. اليوم في تقرير نشر يتحدث عن تراجع موريتانيا في في الدول ال من حيث انها كانت في السنه العام الماضي كانت دوله هجينه بين الدول الديمقراطيه والدول السلطويه وانه السنه هذه حسب التقرير تحولت الى دوله سلطويه واحد الامور اللي تاسس عليها هذا المعطى هو الموضوع المتعلق ب اظن عن موريتانيا تعيش حالا ازمه كانت لا ازمه سياسيه وعادت معها ازمه اقتصاديه كيف قلت لكم من في السنين عن السنوات الماضيه كانت الحاله الاقتصاديه للبلد جيده تمكن السلطه من عنها تمول ياسر برامج وحركه الفضاء وحركه كامل يقال هذه السنوات الاخيره الثنتين خف ذاك كامل اذا عنها عاد مش عاد انا ما هو عن السنين السنين اعتقد غل... عن الازمه الاقتصاديه عن موضوع عن... الحريات طبعًا. تقويمكم انتم تراسوا اكبر تجمع للصحافه تقويمكم وضع الحريات في موريتان نرى كانكم على التقويم والتقرير والتقدير اللي يعتقد يت... انه في تراجع هم. منه ترون انه ما زال على حاله طبعا موريتان موريتان يعني المؤشر اللي كان اكثر اهميه واللي اتفاق داخلي وخارجي والمؤشر متعلق بموضوع الحريات مستوياتها هو قلت لك عن عن الدوله أه. النظام ما دام الحاله الاقتصاديه جيده كان فعلا اكثر انفتاح من, من الحال اذا عن نخرج تناقص حالة وسائل الاعلام مخنوقه اما مباشره اما غير مباشره بصفه مباشره ولا غير مباشره اما اقتصاديا اما ماديا بعض الوسائل محرومه من من كل المداخيل اللي تجي من الدوله محرومه من كل استفاده من الدوله وهذا ما هو ما هو طبعا بغض النظر عن عن ذاك الكلاف المالي اللي ينزل كل سنه للصحافه اللي اكبر وسائل الاعلام ما يجبرون منه مليونين اكبر وسائل الاعلام في موريتانيا ما يجبرون منه مليونين وشي بار 50000 وشي يجبر 100000 سنويا عن هذا ما يقدروا يعود هو 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 حريه حريه الصحافه والله زاد دعم الصحافه اللي اللي اصلا كافحنا من اجله مده سنوات سنوات ماضيه اللي نتحقق في السنوات الاخيره. السؤال الاخير استاذ موسى كيف يبدو لكم مستقبل حريه الصحافه في ضوء ما ما يجري الان من مساءله للصحفيين امام القضاء وما تحدثتم عنه ايضا مضايقه على مستوى الاقتصادي والموارد لا, لا اظن الصهري الصحافه مهدده بشكل خاص لان الصحافه الموريتانيه فات برهنت في الماضي أنها وقفت وقفات شجاعه انا ذاك سوء محاكمه واد التي تتذكر في حالات اخرى سابق ذاك في محاكمات سابق ذاك في الحقبه في العقود الماضيه كلهم كانت الصحافه الموريتانيه اذا لستم قلقين على مستقبل لا الصحافه و... ستتجاوز هذا التفاؤل نصل الى ختام هذه الحلقه نجدد الشكر للزميل موسى أرسام بنسي رئيس تجمع الصحافه الموريتانيه والشكر للطاقم الذي اشرف على انجاز الحلقه ولكم وافر الشكر وجزيله مشاهدينا الكرام الى حلقه قادمه نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته